دلوقتي جه ميعادنا مع مجموعة من الأخبار الخفيفة اللي حصلت بره مصر. في دار مزادات هتعرض أكبر وأغلى ماسة زرقاء في العالم للبيع في شهر إبريل اللي جاي. سعرها المبدئي اللي هيتعرض في المزاد هيكون 48 مليون دولار. دي بتعتبر اكتشاف حديث استخرجوها السنة اللي فاتت من منجم كالينان في جنوب أفريقيا، والمنجم ده واحد من أهم المصادر القليلة في العالم للماس الأزرق شديد الندرة. ده سعرها المبدئي جمانة 48 مليون دولار اللي هتتعرض بيه في البداية. طبعاً الناس هتفضل تزايد. طبعاً هو أصلاً كمان الألماز هو حجر طبعاً يعني غالي جداً، وحسب لونه وحسب الكواليتي أو حسب جودته السعر بيتفاوت وبيختلف. مش حاجة احنا هنا شوية؟ لا هو فيه بس يعني بص يا شازلي، احنا قلنا سعره كام؟ 48 مليون دولار صح؟ ده السعر المبدئي بس بسيط ده يعني ولا حاجة. يعني لو لون الأصفر أرخص فيها ممكن نبتدي نفكر. ما بحبش الأصفر. 48 دولار يعني في ناس بتحبها فكرة يعني تقتني الحاجات دي وتجمعها، بس يعني سعرها طبعا كبير جدا يعني. طيب خلينا نروح لخبر اخر وعنوانه واقوى واحد في العالم. في واحد اسمه جورج كريستن. جورج ده بيقدر انه يتني طاسه قلي بايده في اقل من ثواني، ده غير انه حقق يعني رقم قياسي، مش رقم واحد ده 26 رقم قياسي في موسوعه جينيس للارقام القياسيه في حاجات بقى كتير. على سبيل المثال ان هو يقطع دفاتر دليل التليفون الكبيره اللي هي كانت بتبقى كبيره، كانت بتبقى موجوده زمان دي اللي بتبقى ضخمه، وكمان بيقدر يتني المسامير اللي طولها بيوصل ل 7 ملم، وكمان يعني ده بيحصل بقى في وقت قياسي فعلا خلال ثواني. وثواني ولا دقايق يعني هو مش فارقة في الوقت. يعني مش مهم بس موضوع يقطع الدفاتر ده سهل، ده ممكن اي حد يعمله. تعرف تقطع الدفاتر انت كده؟ شوط ورق لا هو مش واحده واحده مع بعض يعني؟ يعني هو بيفتح اعتقد بيفتح الـ 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 الدليل ده، هو بيبقى كبير قوي ويبقى ضخم جدا وبيقطعه، وانت تعرف ما تقولش سهله يعني. هو ترى مسامير وترى تصاطر مش هيعرف يقطع ورق. هتطلع في تشالنج تعملها على الهواء. لا صعبه. طيب نروح لموضوع تاني. ملكة الجمال ده حلم كبير جدا بتسعى له كل البنات في أغلب أنحاء العالم، لكن الغريب أن ملكة جمال إنجلترا واللي سبق وحصلت على هذا اللقب في 2018 تخلت بمنتهى السهولة عن هذا اللقب. قررت أن هي تشتغل على عربيات نقل لوري كبيرة، ودلوقتي بتتدرب عشان تحصل على رخصة القيادة عشان تعرف بس أن البنات برضو مش فكرة جمال خارجي، بنت بتحاول تشتغل مع ان هي بالفعل هي ملكة الجمال، وهي ممكن تشتغل حاجه تانية برضو يعني تناسب جمالها، بس ما تعرفش لكن يعني ما تعرفش الظروف ايه يعني. بس برافو عامه، اي حد فعلا بيبقى محتاج شغل وظروف مش مساعده او صعبه عادي انه يشتغل اي شغل بدل مهنه شريفه، فده طبعا عادي سواء بقى راجل او ست يعني بنت او شاب ايا كان. على اي حال دي كانت مجموعه من الاخبار الخفيفه من مختلف انحاء العالم. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم على طول.